اهلا، كيف حالكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. مستحي منكم شويه طبعا، عشان كذا انا مره تعبانه، وعشان كذا انا مره كنت تعبانه، وعشان كذا دائما مرهقه، وعشان كذا دائما يعني فتره حلوه جميله ان شاء الله يا رب، والله يرزق كل بنت يا رب يا كريم. وبس طبعا في اشياء ثانيه بقولها لكم بس بعدين شوي شوي، لانه ودي انا اقول كل حاجه صراحه بس ما ابي كذا فجاه. طيب ترى طبيعي مره، طبيعي مره اني اكون عاطفيه بزياده، يعني انا بدون شيء بسرعه اتاثر، فما بالكم لما احمل. فتحملوني تحملوني تحملوني. بس هذا الشيء اللي كنت مخبيته، يعني مو مخبيته صراحة، يعني ما فكرت أقوله أبدا إلا في الوقت المناسب، والحمد لله أنا قلتها الحين في الوقت المناسب. وبالعكس أنا أفرح لما الناس تفرح معاي، وأكون سعيدة لما الناس تكون سعيدة معاي. الله يعطي كل بنت يا رب يا كريم. عذري تلفزيون بمية، المهم 1600 أكبر. لا في الله خلاص مناديل، الا اعطيني من هذاك المنديل تكفين. انا اعيش من دون ما احب كل عندك الانواع، حتى هذا عندي اشوف زاويه جلسه مال. بنات بنطلع ولا لا بسرعه؟ نطلع وين؟ ما ادري، مو الحين يعني 10 11. ما شاء الله الحين وشو 10 حبيبتي؟ شنو 10 11؟ انا وراي رجل برجع له. سيف حياه عزوبيه، حياه عزوبيه. انا بمدح لنفسي. المهم مشتهية شوكولت وتمر وطحينة وكل شيء. وعلى فكرة إذا أحد يسألني وش تشتهين تاكلين، حالي مالح حامض ما أدري وش، من حملت ما عشت هذا الشعور، من توني يعني ما في شيء أشتهي غريب، أحسني طبيعية مثلي مثل أول. اشتهيت برجر كلت